سيادتك اشرت انه اسرائيل كانت بتهيئ الراي العام جوه الداخلي بتاعها، سيادتك اشرت لده في الكتاب، وهي تستعد للعدوان على مصر. هل الرئيس عبد الناصر كان عنده معلومات ولا ما كانش عنده معلومات؟ لا كان عنده معلومات، كان عنده معلومات كثيره، لدرجه انه في عدوان علينا. ده مش بس كده، ده لدرجه انه حدد انه 5 يونيو هيحدث، حدد اليوم، حدد اليوم، حاجه غريبه يعني. حتى يعني بعض الضباط الكبار اياهم قالوا الله، هو يعني هو نبي عبد الناصر، ده نبي بيحدد الميعاد، بل اتضح ان الميعاد موصول طبعا نتيجه اخبار متجمعات، فهو استنتاجات يعني. مثلا سالني رايك في حرب ولا يكون مؤكد في حرب، لانه في انا بشوف ده يوم ايه، سال سيادتك الرئيس عبد الناصر قبليها بيوم او يومين يعني، يوم 4 يوم 3 هيحاربوا ولا مش هيحاربوا. فبقول لا، ده لازم هيحاربوا، لان هو بيهيئ الناس في الداخل، بيقول له ان ما معناها قفل خلاص، ده خانقنا، وان ده هموت لو مش ممكن يقول كده ومش هيعمل حاجه. نعم، وطبعا ده في الاذاعات العبريه، احنا بنحلل كل حاجه، العبري والغير عبري. العبري ده للداخل، الداخل الاسرائيلي، فلقينا اللهجه اللي بتتعمل للداخل مختلفه. فهي يعني بتؤكد ان في شيء هيحصل. الجيش كان متصور ان توازن القوى في صالحه بشكل كبير جدا، وهذا غير صحيح. وعلى هذا الاساس التصرفات اللي حصلت كلها كانت مرتبطه بالفكره دي.